بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بما هضله ولو حنقول نحجرنا تاريخ ذي كوكوبليد أن كذا شيء كيني إني قبله مؤمنات كها صالحات كها إلهي كمان يستي إني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي لكل من وأي رميان وأي راعان وأي دينتا ونصريان عاوة قبر أنك هالينو وقبر كمدا أمهات المؤمنين من زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام كمدا دمر كي أود حي نبينا عليه الصلاة والسلام أنا زوجات كيسي أدويو إيو آخره وقبر أذي هذا قيمة بضان سيدا أي قبلها مسلمات كاقودهان قارهان أمهات المؤمنين المؤمنين تويهين قبل أذي إلهي شرفي وإلهي وينيي وإلهي محال الله زوج قدقي سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة رضي الله عنها وأرضاها وقبر آذي آذو بقيمة بضن وحال الشيغاء إن ليري ميمونة ولا لهد وأخوات المؤمنات قبل مؤمن ولا لا وآبي هويو يحتى هويو أسقوا وحضر كل جهود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إرمي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث هويدة وحال ليرنجري هند بنت عوف مركا ميمونة وحالات ألاتي قبله آذي آد قيمة بضن وحكم ذا أم الفضل اللباب الكبرى. أم الفضل وزوجة عم النبينا عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب اللباب الكبرى أم الفضل وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب هو يذي مركا لبابة بنت الحارث لبابة الكبرى أم الفضل هي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين وأسكو أبي هويو وحكرته ميمونة أي ولا رأهايين قبر لأورنجري لبابة الصغرى ومقعدوها أسماء بنت الحارث يضر وحاقبي محال الله هاي الوليد بن المغيرة وحي رد الشيء خالد بن الوليد مركا ميمونة بنت الحارث خالد بن الوليد هبرير تيوي ما شاء الله وحكى لتوم حال الله هاي لدلتي قبر الأورنجري عزة بنت الحارث يدر وحى قبيل الأورنجري زياد بن عبد الله بن مالك مركا أفر تاسي محال الله هاي ولا ليهن ولبا وحى الله هويا وهدنا هويا معنا الهويا لها قبر يدر آذي آذو قيمة بذل والأورنجري أسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها. أسماء بنت عميس كبر صحابي الجليلة وبكسوه جروتي وكسوه شاكيني وحاهروه قرسدي جعفر بن أبي طالب وتجعفر رضي الله عنه وارضاه ولدلي أبو بكر رضي الله عنه قرسدي محمد بن أبي بكر بيقول الشيء رضي الله عنه وارضاه كذب نوحا قرسدي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ووحا الله شاكيني يدنوحون الشيء. سبحان الله مركا إسلام تان محال الله هاي هند بنت عوف وأم اللباب معنا ميمون أم المؤمنين بنت حارثة هذا هو حويا إسلام واحد هذا قيمة بضن ورق هذا بضن قيمة بضن أي كقبل هذا الجورسين لباب الكبرى وأم الفضل وحال جورسي عباس بن عبد المطلب مركب حال الله وحكنا تول الشيعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أسقنا محل الله هاي وجرس ذي قبل هذه مكمل ذا وحلا شغائنا هيد وجرس ذي جعفر أبي طالب أسقنا وحويا بجرس ذي محل أسماء مرك معنا أبو بكر معنا وجرس ذي مرك واحد مدام محل جوار آدي أذقي مبذن هير أذقي مبذن بيج جوار داسي رضي الله عنها وأرضاها كدلتي. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها وحال الشيخة إنه أصاب بالنبي عليه الصلاة والسلام
أذير كيسة العباس بن عبد المطلب من كان بني هلال اللي يرهدو عباس هو وقرصدي دادو يقانو وقرن يوعد مرنا عليه الصلاة والسلام مركوح ربا إن رير كاسي ينوي عليه الصلاة والسلام حرير كان حيا أسحار أي نقضان قول كنا وحا اللي يسكو حريريو أو اللي يسكو شرفو ووحا آدي أذو قيمة بضنوي وقونا قيمة بضنوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بوشغي وحولي قبر داسي وقبر كاذو قيمة بضنوي وحولي ما تقول ستي بودا عباس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشاي. سبحان عليه الصلاة والسلام لو حويان أركي واقع قلاضي ومحان الله وتنبي عليه الصلاة والسلام وسعي. ميمونة بنت الحارث وحال الشغائن تضبع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي كوريسي ومحال الله صحيحين أي كسو أرورين مسلم يبخاري بخاري أي سوريين ومسلم مدوريين ما يا بخاري مدوريين مسلم عشان حديث بوريي بيليهن انت كاتن وحا وريي محال الله ما يا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها أحاديث بين النبي عليه الصلاة والسلام كوريسي قاركود وحوريي محل الله البخاري قارنا وحوريي إمام مسلم رحمه الله تعالى وحكرته حديث كلاته وريين لمن كصومت كيما مسانيدا أيال وريين مركي النبي عليه الصلاة والسلام وحو كشيغي إيادا إيادا ولا عليها دوران الشيء وأخوات المؤمنات ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحاولني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث محل أنفليو إنه ضبراني وريي البشق البان وليه سرساء وحديث كان وسندك سواء صحيح سبحان عليه الصلاة والسلام وحاولي عبد الله بن سعولي سبحان عليه الصلاة والسلام وحاولي الأخوات مؤمنات معنى قبلها ولا لها مؤمنات ميمونة معنى زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم الفضل بنت الحارث أوه عباس بن عبد الله بن حاس كيسي يا عبد الله بن عباس هو يدي يا سلمى ايضا من تحارث وحاقبي حمزه بن عبد المطلب ونع سلام اذير كيسيها يا اسماء بنت عميس ويسكو هويهين اسماء هويهم بعد شيء ايضا وحويا هي اختهن لامهن معنى ولا شوض حق هويهوي ايضا وقبل قيمها بدن له ومن جعفر قرسدي قدمنا سيدنا علي سيدنا ابو بكر قدمنا علي وقدم به رضي الله عنه وارضاه ميمونة كدب قوركي واغو دماضي ونبي عليه الصلاة والسلام وحاوكو قور سديبا اللي يري ميل إذا صرف وطبان ميل أجرتا نيرلي شاني طبان كيلومتر مقالة مكة وحين أهل علم وشيغان وحي أهيد ناكتي وقدم بيسي أي نبي عليه الصلاة والسلام وقور سدو وحنا وقور سدي سندكي طبانات ما هي سنة التضبات ونبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء سنة اللي حذواتي ونبي عليه السلام يعيد أسواب عن صحابه ويحذي به ماذين واللودي دي لما كان قلال كان واتي قريشي قريشي انت وصلوا دقال خلال لكن سنة كان نبي عليه السلام يا صحابته ما كان ينزوغل أو أي نقضان ومدينة كل نقضان سنة سوى صعدان أمركا عمرضا أي سوق الليان بأن نبي عليه الصلاة والسلام مركو ويقمحان الله عمرضي سي قوتي أو عمرضا ونبي عليه الصلاة والسلام أيوم حال الله أي سبحان عليه الصلاة والسلام وقول سدي مركو حير هذا حتى مهر كذي وأها أفر بقول الدرهم وحب حيي العباس ابن عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام أذير كيسيها مركا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها وحال الشغي نبي عليه الصلاة والسلام هرتيز إن أي محال الله أي وقوي كذبنا نك محال الله وكد انت أما سمحال الله أي كدين عليه الصلاة والسلام وسيدة وقورسين رواية ذا قاركوت وحي وريان إن قبضنا اللغو الشيغي في سورة الأحزاب إلهي سبحانه وتعالى أوليه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذه هو يلي مؤمنة نفتد أوه بيسو نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه السلام ودارين وقورسدو محال الله أستغي أرنكا خاص الطاي ومعنى أهل العلم وإليهم ناكتو إنك هذا مع النفط هذا مهيبين كرتا أو مهرون كرتا أنيك النفط هذا وحان أهيبيني هبل أهل العلم وإليهم أرنتا سي وحي خاص الطاي صوبنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام انت وحي كدن بيا ناك اسم ليبي كرتو معنا هدا قفكو رالي هنوا بحين كرا ونكا عسا كروا رالي مكتا مركا أي متاي أما قروا أي تاي وحدي باتو كجرمالي ومركا أول جيدة ومهريو
أما نين أرنسا أنا أسكا هبي وحيدا وأرين خاص كوا ونبينا عليه الصلاة والسلام كليا ونعد كلاته ولو ذاكتا أينجرين مركا وحي إلى هذين وحي أهيد قبضنا أنا عشان نفتد أوه بيسي أي أهيد ما قعدنا وحال أوريجل برا معنا من باب التزكية معنا حضر معنا برا معنا ما عمانا واي سمعت سلام مركا وكبدلي أو ميمونة أيو صبنا عليه الصلاة والسلام ولذلك حديث تيابك رأي ورني سوى حكم ذا إيذا إي النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى محل الله أي أي حل ويل أي كوكا ذو قبي سنجرين وعن عليه الصلاة والسلام وعن عيلة ذا بركة غاركوت بيها يقدر مين ساس وكالته وعن عليه الصلاة والسلام أي محل الله أي بركة ميمونة بنت الحارث زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام قول عليه الصلاة والسلام وقول سنه وحي أهيد مصلحة عليه الصلاة والسلام ودين إسلامك يا مسلمين تا يا قبائل كاس انحرير لا يشو أي إسلامك مصلحة يا خير أي جرتي ولذلك علامة محمد رشيد الرضا رحمة الله عليه وعلي ورد أن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رغبه فيها مع سان صوت شغلي السلام وحارنك أوكاني أو بندقي أذيرك يا عباس سببته عباس وحقبة اللباب الكبرى وأم الفضل محل الله أيو قبار مركا أسقانا محل الله حتى إذن كيسي محل هاوشا كشقي وحتى بحيي تاسو حواركي مسلحة آذوين ونعسى السلام حريركا ريركا أولي يلانيو إني نقول إيسو محل الله إني نعسى السلام أي رعان وإسلامك محل الله تأيدان ويقرب سيان ولذلك سيدا أيانا العظي ونعسى مركي وقول سيدي ريركا كبارنا يكاد لطي كل قد نعسى الله بيقرب استيامين بالي ولذلك واتان قصو الشيكيني جوهيلة بنت الحارث المصطلقية مركي لقور سيدين عليه الصلاة والسلام إن وحي حوراها إلى قصة وقم صدي كل ودتك يعليين ويرى هذين أسهار نبينا عليه الصلاة والسلام نبيك محال الله هاي محال حديد كيسي ويمركا سيدها محال الله هاي قبر آذو قيمة بضم بيهي مركا نعيه الصلاة والسلام مركو قور سيدين أما إسلام قروبة وهويلة سيدا محل لها نينك يدينا كردينتي ومسلمة ووحد ريالان لهاي سيدا زودة بتزمع عن كشاكيني إسلام وهيلة ومحل لها مساء عروره أغوره جتا وربطة أوان إد ريال شيء ينجرين سيدي أم السلمة رضي الله عنها وارضاها مركو نينك يدينا كردينتي عزة سلع عروبها جتا إسلام وهيلة كنت نجرين وهيهيد نعزة السلام مركا انتا صورة وهيلة محل لها إنه ده كاسي سود ويو أو محل الله أو شرفه أو غير كاسي حيد ولا يشوا أو نوع سات وسلام ومركا محل الله أي ده كاسي أي جرب النقضان مركا ده تقول أنت بدل وعليهم مصالح ذا أو محل الله أو إسلامك أو نوع سات درعت هذا أي سد نوع سات وسلام ويلاي تصور واحد كسر متكرية قف قائدك أو دنت ومضة دنت محل الله دينتا مصلحة عام وحكوجتا ولذلك حتى صوم على ذي بركة أرخبرك دنت قد قال الله دعان هيروها يستدين دم وحال ولا كلا جورس ذا دنت ما كي كلا جورس ذا حيد بالا النقرية أسعار بالا النقرية حيرك يبقى في عنان أي دنت هو حوي عذاب ولا مدي أيها ماشي كم بحيسة وصومنا عليه الصلاة والسلام سيد أيوب محل الله ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها وحي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أي كورسي يدور رقف رمضان أي أحاديث علمية رضي الله عنها وأرضاها كوري وحال الشيء رضي الله عنها وأرضاها ميمونة إلى كل متين ماشي نبع سلام هو كورسي وحد مرة كان ما كتكتو مقال مرة كان هذا كسي بحيس اللي نعزل ما يزول هذا مقال يربى هيد ويقولين إلهي وحو قدر إيماج نعزل هو جورس ذي مرة كي جورس لك تضبط إن رضي الله عنها وأرضاها أي كل متي ومحل الله هاي با يضو محل الله هاي إحدى سديتا يكون سديتا إلى وصلنا جرتا مرة كان مقال مكان أتكب حضور مدينة أو صحته ما تسوق ليسو قعدت مرة كان مدينة مكان أتكب حضور مدينة أو صحته مرة كان مقال سيد ما أنا يسو هذا حد مقال دي باب جارتي مش وإنك صايم بنين كسر صرناها عن كم مكان هاري محل الله هاي قعدت هذا بذحت أيها وحكي على قبري ذلك تراولين تا محل الله تقاسي باورتو بضا انت بضن ويا قانين ووحي كليهن هذا قبر محل الله هاي ميمونة بنت الحارث زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام مركا قوفك مركا أحاديث أي ورسي أما سا أحاديث أي ورسي أما قصة ذي زواج كيدي وحاكو صعر غري حديث فقهاء إن بضن أي كدو ذير وه اللي نبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء بوجور سدي وصلك يتضبع هذا مرك خلاف وحى وكجرة
نبي عليه الصلاة والسلام وحصاء رورتي قفك محرم كا وقفك محرم كا إن الله أقول عليه الصلاة والسلام وحكسوا حديث أرنية لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخضب إمام مسلم أوري عليه الصلاة والسلام نينك محال الله محرم كا وعمره حرتي ولبيك اللهم ولبيك أم بحجرتي ولبيك اللهم حجا وجري أنت ونصك كل حجره ووسن إلى وكذا ما أنا أيوه لو ما أقوله إنه ناقم هرسده لو ما أقوله إن لو جوريو سكر مثلاً حتى إنه خدمة محل ناق ودون طلع ما أقوله بركة فترة ذا محدود كا واحد أنت حقوق هذا وحوي له العلم وحيد هذين لا ما أقوله قفكم محل الله نكاح حاسم محل الله إنه وسن أنصحين بجمهور أهل العلم بو. أنت بظن أيك تجاه قرروا إليه المية ومحال الله يقف كده محرم وياهي وواجور سنكرا وأنك أحسن كرا وحمود دونان كرا واحد يبعتوه كوجر مرة مركا انتي مركا علاذو كتمت أما سمح الله ما يشل إسكو يستواك انتي وي أهل العلم مركا خلاف وحوي كجرا بعدين عليه الصلاة والسلام وسنك تضاء صقع عمر سوء هذه جور سني مركي نوع سلام وقبلنا وجور سني ميمونة بنت الحارث نوع سلام مركا محرمنا أون النص كل حجر ميوها مسوحان النص قيسين لما يستي وحلال لغضي أي صوبان عليه الصلاة والسلام وقرس ذي سو قرمز برخلاف فيش يكجرا لما الرواية ضد ما صوء أرورتي وه ميد أورانا يسا نبقى عليه الصلاة والسلام مركي وقبدا وقرسانا يهي نبقى حلال بوها ونص كموء سند حجرين ومركا وحوها اللي نقفك على نص كجرين وحلو قول يهي إنو محال الله يهي ee wuxuu doono uu sameyn karo ilaa amridi waa dhamaatay ama xajki waa dhamaaday halaal mu noqday wixii inta ka horeeyay ee loo diidana oo muamalada mazoojkii oo jidis ku taaluqo ama wixii ku dambay guur ku taaluqo waa tii maxaa la hayay la diidana laakiin markuu halaal uu noqday wadaalku waa aratan dadka marka xajka ay gudanayaan laba jeer buu qofku maxaa la halaal noqdaa tahallul awwal ama sughra wa tahallul kubra maxaa loo jeeda حج بعد عادي حج مركز عادو إلا إنه حويا حدي أظهر أو تكتي أو محل الله يا عاد عمرك جوتي أو سوقي يسوق بكي جوتو معلن سديدات حج بعد حرام نيسا حدي بناك أكتميت أو معلن سديدات سوق شيء أظهر حربنا سوق شيء كدير بيت بيت كات ضواف ذي وضواف القدومة سوق ربع جن حدا عمري حج سكتي أم حج جوني وها حدا أنا من هذا عيسى مزد وحدا عيسى عرفة عيسى أبي ما صورنا خور عيسى مركز معلن من اللي جوجو معلن سديدات واي ظهر يا عصر يا مغرب على الجود كنا صلاه الصبح صلاه الصبح مركز الجود كده وحال هذه يا عرفات عرفات ساعات الظهر يا عصر وجمع تقديم بقى للدكانية ولا اذابيا ولا قيميا ظهر بقى للدكانية ولا احدرو ولا قيميا عصر بقى للدك لو مركز عضو كده الناس كوي بالله الى الدعيستان وحي عرف الجوقي بنان كعرفه الى قرحه اي كان دعوه ومغرب كم حال الله وصوغل مركز مغرب وقتي وصوغل الناس كوي سو دقاقيان iyadoo aan magrib dukanin magrib dukan maayo oo gadaal baa loo dhigaya musdalifa ayaa lagu dukanaya marka musdalifa la yimaado waa la dagaya magrib baa la dukanaya hadana waa la aqimaya insha Allah marka la dukanaya kadibna dadku way seexanayaan ilaa waagu uu ka bariyo dadka maxaa la duufada ama dadka jilicsan iyo dadka maxaa la hay aan awood lahayn waxa loo ogolaaday wixii nasuuleelka dambeeya inay soo dhaqaaqaan oo ay maxaa jamaraadkii ay tuurtaan marka qofkii waaga markuu u bariyay kasoo dhaqaaqay markii maxaa la iftiinku maxaa la qoraxdu intaanay soo bixin laakiin dhulka uu iftiimay bay soo dhaqaaqayaan xujeeydu maana intii maxaa la hay meesha habeenka joogtay kadib waxa imaanayaan jamaraadka tintooday xiranayaan dhagxaan bay tuurayaan soo gudin tintooday xiranayaan dhagxaan bay tuurayaan xoolahi bay qalayaan ama hal kale horbari ama isku xijiyo laakiin wax dhibaato ma horta ku jira male marka inta yeelan qofkii wuxuu noqonayaa تحلل الأول بوجليا، ومعنا شلي يدر هذه ما أنت كهريسي، لما قاب وطي، برفون لما أقولين، عتر لما أقولين، محله واحد درح در وطر لما أقولين، لكن حد مركو نجح أنت وطوري، حوله إنه جورعي، أنت من حولها وحول وكيل بالله سميستا، محد نجح أنت وطوري، تنتي سنة وقاب صدي أم حيرتي، تحلل الأول ويه، وحلو أقولي هذا كي نسكت بدله. إنه خمشاتك حرتو سروالك يسحرتو كم حرن حرتو محال الله مدحيس أو دبوشو تحلل الأول وين
تحلل أول كامركة لو ما قال إنه دمر وكله هذا وتحلل أول وهي حدي ما علينا ماذا نفت هذا أنت أوبحه مكوا هذا أو طواف المحل إفاضة أما طواف الحج أو ركوب أركان الحج كأوسمايو أو تضجر وصور دوا صور يجوك عبدي مركا وحي كذا بيا خلاص وهي إلا أنتي نواة صاحرتي حوليه نواة قلي واقلي دكحتي نواة طوري كعبدي نواة ضافي مركا حلال بالنقضي وحي والبا حتى الضمركي يوح والبال لودي دلا ساعدنا حلال بيه النقضي لكن أنت وكجر محل الله تحللك أول كا هديه محل الله والضمر يراجع كدوره دكحتي سخطر بيه قليه مركا نحسها مركا وحي هذين جمهور أهل العلم صوبان عليه الصلاة والسلام أسجى وحول يقف محله محرمة وحرمة نجم جورسنا كرو الله مدوني كرو سيادة راتد السلام مركو جورسني وحي هاي وحوها حلال ومعنا نسقي وعنا ما يستي مركو حويان وحول بوالله أقرا لكن عبد الله بن عباس أي وحوله هاي نبي عليه الصلاة والسلام وركا خراء أورانيا قفكم محل هاي محرم كا نكاح حاسي ما أنصحيه وحكوت الجمهور أهل العلم ومالكية يشافي هذا شافعية يا حنابلة وركا أي كوت محل الله هاي وحي رهذين محل الله هاي أما أسقوا حيرته نحن نقول صدق أما أسقوا أبسقوا وكيل هالنقطة وحيد أنتهى النقطة وحيد هذا الله ما أقوله ولذلك حديث عليه الصلاة والسلام لا ينكح محل الله المحرم ولا ينكح ولا يخطو أي دليل شديد. عبد الله بن عباس حديث كان حوله مسلم. بهو حوله يعني. نينك محرم كأ أو نصك كله حجرا. ضم حال الله هاي جور كيسي. يا محال الله هاي نكاحيسي. وأنصح يا. وحنا أوليه أوليه. نبي عليه الصلاة والسلام. وحو جور سيد ميمونة بنت الحارث. وهابرير تيسا إلا هابرير تيسا وي أسوغا محرم أيو قرصدي حديث كانت البخاري مسلم رضا عنهما أيا وريين لكن وركا عبد الله بن عباس عائشة رضي الله وحيلاذ أبو داود رضي الله عنه وحو ورنيا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث إلا صاحبة الشأن وي مركا عبد الله بن عباس وهابرير تي لكن قد يذهب وحكش كيني قفتي إذا لجورس أميمونة وحيلاذ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف وحيلاذ نعسها لوحي جورس ذي أنا حلالة ومعنا نص أن كجر يسقى حلالة ونص كجر هي ماشي سرف اللي هذا وما كبرنا كذا أيون النبي عليه الصلاة والسلام وجورس ذي وجور اللي عليه السلام نوجي ومركي مدينة أي نعسها عليه السلام إياه صحابة دي سيوصوا صعدين وحكالته إمام مسلم أورينيا أولي هاي نين لو رزيد من الأسلام وحولي هاي ميمونة إيشة كيسة بنت الحارث أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحولي مركة ميمونة وحيتي وحولي وحبرير تيبولي يا عبد الله بن عباس حبرير بيوطي أنا عبد الله بن عباس وأوصي مني أسلوى حبريرتي أنا وحبريرتي أيذا وحي إلا ذهب ريرتي وحي إيش يكتي نبي عليه الصلاة والسلام وحو يقول سدي أنيغو حلالة أنيغو حلالة ونعي عليه الصلاة والسلام بان إسقول سني والمعنى نصك آن كل حجين حلاشا لغيشي كي وحان قف حج عمر حيران بان لغيشي كينية إمام أحمد وحكالته وريي أبي رافع المولى رسول أبو رافع الأورنجري ونعي عليه الصلاة والسلام وشقين جري معنى وها نعي عليه الصلاة والسلام أموري سيئ محال الله ويلك نعي عليه الصلاة والسلام هاوشو دول صدو كم إذا رجل عليه الصلاة والسلام وذي كم إذا وحوليه أو موليسيها تزوج ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما وحوري أبو رافع ومولى نعي عليه السلام وحوليه نعي عليه السلام يا خميمونة مركا إزقور سنين نصكم أي إنجرين مركا وحوليها يقو حلال بها ولبو وحولي أنا أكل ورقة هذه وضم عنا أنا نحو وحولي كأهابوري ذاتك أكل محال الله ورقة أكل كيلا سبحان الله هذا صاحب الشام ميمونة وحيلة السلام حلال بيقور سنين أبو رافع ونكي أكل ورقة هذه وحولي نعي عليه السلام وحولي سنين أنا بحولي محال الله كأها محال الله نحو هذه ذاتك مركا وحوليها وحو غورسدين عسلام وحلالا مركه روايه عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنه مركه واحد مودا اني خلافيسو صاحب التشاني قفتي ارنت ايده كو دحداي اي وخي اي شيغتي انو مر لباد او محل الله او خلافسيه وخي محل الله مولى رافع رافع محل ابي رافع ده
أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام وركي أوشيغي مركا وركا سنا صحاو ابن القيم الجوزية محل الله في كتاب زاد المعاد محل. ولذلك إمام الشيخ سالم بن تيمية وحلي المشهور عند أكثر الناس أنه تزوج حلالا وحلي سيدا مشهور عند أهل العلم عليه السلام ميمونة وحا وقورسدي نعم عليه السلام أسقوا حلالا وحرمانين. ولذلك وركا وشيخ سالم وشيخي أياءه هو قول أكثر الصحابة وجمهور أهل العلم انت بدن صحابه يجمهور اهل العلم شغلي مالكيه يا حنف محل يا حنابلده يا شاف شاف مالكيه يا شافيه يا حنابلده وركا ايي كو تغان او مركو خيلين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وحلقي ابا ان او امليهي الا قفتي لا غورسيه waxay leedahay anagu xulay nusukum aanan jirin. ولذلك عبد ابن القيم رحمه الله تعالى وحوليه dadku way isu khilaafeen buu arinkaasi hal tazawajan aysa salaam imuna halalan aw haraman abu abbas xulay asoo muhrama ayuna salaam uu guursaday abu rafi'na uu xulay asoo halala ayo ayuna salaatu salaam uu guursaday wa kun uliba ana wax dhaxooda ka shaqo u kal warqaaday wuxuu xulay qawlu abi rafi'n arjahu li iddati awjuhin wuxuulay hadalka abu rajih ayaa agteeda ka rajaxan buu leeyahay sababtoo ah abu rafi' saadaasi wuxuu aanin maxal lay baaligh buu ahaa buu leeyahay maxal أبو رافع واسكوا إلى نين نين سلام سلام تأو خلا ورقة هذا نين بعلقه وح كل قرن بينما وحوله عبد الله بن عباس اللي ناس الحديث كم حال الله أنا غلامة واتيه ليه عز السلام واحد من دمير سارنا وحال الله منا وكشة كينا مركو حوله أسوونا مركا وحول نين تونجربوها مركو نين وين وقانجارة ورجل نين يدوم ناك وكل ورقة هذا وسمع سلام ينحاز كاسن ينين تونجرا دوركي سو حويان نين كبعلقة يا وركي سلا قمانيه لو طلبات اسقاب محل دخد ور كودا قاداي محل الله تكرته حلي عبد الله بن عباس سنه 7 بكي لسو عمر وجري ما بنو عسى لم وصل صعونين ودك مستضيفين تو وها ما كجوي ولي ما كما سو بخين بولي دك ما كولي جوي ولي سو جروني وي اسا مركا مدينه كيمد ما بلا سعودو لي اسا مركو مدينه وكان مركو بو اسا والسلام محل الله وما كيدو نقني عليه الصلاه والسلام محل الله بوها مركا ماكو جوي مركزي تكن عسى السلام مركي مدينة وكيم إلا حاج لو مصر عدا عمرك لي هذا مركو يمد بن عسى السلام كعبة الضوافي سعي بين الصفا ومروة السمائي ما ذي حيسو حيرتي خلاص نك عمر ذا وحويان أفر أركان بوليه إنو صوحر تكو سد حنا ما كان حيث ضواي إنو كعبة الضوافه هذا بين الصفا والمرأة وأرضه هذا ما ذي حيسو حيرته أما قابصد سد هذا رادة وحوليه وابنا ما حلال بنوذي تكلتوا وحوليه مرك حويان صحابة رضانو هذا عبد الله بن عباس إن بدر ويكود ديدين لكن هذا أبو رافع صحابة ما ينديدين مرك هذا الكو حوليه كلا تضوات وحوليه لحد أبو رافع هذا الكيسة وحوافق يا ناس السلام وحرنيك محرمك إنه سنجور سنكرين الحاصل واحد عنده النقطة مرك حديث كاسي مرك وحوت سنية أو صحيحة مرك أبو ميمون رضي الله عنه. ولذلك ابن قدامة مركو كهذا يوحلي وميمونة أعلم بنفسها وأبو رافع أبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها فيهما فهما أعلم ذلك من عباس ميمون إذا ورك حالة ذكر ورقت أبو رافع منك يود حيبوها مرك الله بضوضة أياك أقام بدن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقالين أن يروها مرك إياك إلا هرمريو ورك هذا الهرمريو أياه وحور أولى بولي سببتها مركا عنوك يربوها مورها نوعا كتنا دونين تبنجرة دقوري وحاسي وحبك ما غرنكرو مركا وحلا. ولذلك إلى هذا سعيد المصيب عبد الله بن عباس وركا سيوا أوكو أهميي مركا الحاصل ميمونة رضي الله عنها وارضها هي زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. ولذلك مركا قبلها سي قيمها بدن له او شرف كبدن له وحيت سنيسا محل الله الهي سبحانه وتعالى انه ودورتي اني مرنا سلام اي روميان او مؤمنات اي نقدان مر لبانا ونا سلام الهي او كشرفي اني زوجات نبينا عليه الصلاه والسلام في الدنيا والاخره محل الله اي كم نقدان مركا وا وح شريعه ذو قيمه بدن وا وح اهدو فضل بدن ان قف مؤمنكا او وح كو اوغادو تاريخ ذا يسيرها كبرها قيمها بدن له وإلهي سبحانه وتعالى ودورتي وأنا قالنا ذي وحي حديثها فرح بدن ويورسي أنتكم سوكم يقولنا مركب وح الشرف يقي وغفلا إلا إذا هذه زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام شرف كذا بيسمرت سبحانه إلهي سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات
معنا دتك في فيعن وحيلين وحالها قبلها في فيعن وحيلين نمن كفي عن وحيد قبلها في فيعن قبلها في فيعن وحيلين نمن كفي فيعن مركا قبلها سي قيمها بدل وحان إلهي ورسلنا إمانة قيامه إن أنجا يهل كنا قرابتنا أولادنا إيه النبي جينا محمد عليه الصلاة والسلام إيه صحابة المؤمنين تلبان تود ونو كل ميو في الفردوس إلى على أنت كل مدونه كلمة كلايته أو كسابسن صحابية كم إذا صحابي عليه الصلاة والسلام وحنا كتير في حفظ الله عز وجل ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.